الله معكم. رح نحكي عن آلة الساكسفون، بس قبل ما أخبركن عن هالآلة تحديداً بدي أخبركن عن يلي اخترعها. هالآلة اخترعها أدولف ساكس، وأدولف ساكس هو مصنع آلات موسيقية، هو بلجيكي الأصل، وبسنة 1840 صنع هالآلة من بعد ما سافر على فرنسا وتعلم تصنيع الآلات بفرنسا. حب خبركم شغلة عنه. أدولف ساكس كان مش كتير شاطر بالمدرسة، فترك المدرسة عن صغر، يعني كان عمره كتير صغير، وتوجه للموسيقى وتوجه لتصنيع الآلات بالوقت يلي كان والده عازف كلارينات وكان مصنع آلات موسيقية. وتنشوف انه نحن هون، بس بحب اقول انه يمكن نحن عندنا بعض اشخاص يمكن ما عندهم موهبه العلم او موهبه انه يطلعوا دكتور او مهندس او محامي، بس بحب اقول لكم اذا واحد توجه للموسيقى ممكن تخلد له اسمه. يعني تخيلوا ادولف ساكس يلي ترك المدرسه، اكيد مش عم شجع انه واحد ما يتعلم، ويلي عم يسمعني هلا ينبسط انه خلص ارتحنا من المدرسه وارتحنا من الشهادات ومن الدروس. لا، كله بيكمل بعضه، بس قديش في اشخاص عن جد بيكون عندها مواهب ولازم نفعل هالموهبه. وهون ادولف يلي راح لاخر حدود اذا بدكم بفكره وبقلبه وبروحه تا يخترع لنا آله موسيقيه ونسبت على اسمه أدولف ساكس، بس بقوله ساكسوفون. ساكسو هو عائلته، ساكس أدولف ساكس، وفون يعني نغمة أو لحن، فون دينة. فنحن هون نحكي عن هالآلة، هالآلة من العائلة الهوائية النحاسية، مصنوعة من نحاس، وهالنحاس مطلة يا بفضة أو بلكر أو كمان ممكن تكون من كروم. هالآلة يلي عم تستعملها أو بالأحرى دخلت على الموسيقى العسكرية أو الفنفار يلي أو الموسيقى النحاسية، لأنه بيقدر واحد يحملها وصوتها كتير قوي وقادر يمشي فيها بالباراد أو يعني بأوركسترا ماشي سايري على الأقدام، قادر يعزف فيها وصوتها بيقدر بتل الدني، لأنه قوي كتير وملاحظين في إلها البوق بيطلع الصوت ورنين النحاس بقلبها، آلة قوية. وبالقرن العشرين موسيقى جاز تأثر كتير بهالآلة، وصارت الآلة الساكسوفون آلة أساسية للسولويات ومعتمدة بموسيقى الجاز. وهون منقول إنه دور يلي بيعمل شغلة أو يلي بيخترع شيء أو يلي بيعزف هو مش عم يعمل شغلة لإله. هاي أدولف ساكس صنع آلة ساكسوفون، بس هو اليوم بعده عايش، لو مات بالجسد بس بعد آلته منتشرة وبعده اسمه عم يلمع. وببلجيكا
كمان تيكرموه حطوا له صورته على العملة البلجيكية. يعني قديش لما واحد يعطي الشغلة من قلبه ولما واحد يعطي شيء من داخله قديش بيقدر يوصل كلمته ووصل رسالته. فآلة الساكسفون كمان في اختلاف بأحجامها، هي في عنا هيدي الألتو، في عنا التينور أكبر، وفي عنا السوبرانو بتجي كمان أصغر. وكل ما كبرت الآلة إذا كانت نحاسية ولا كانت وترية أو إيقاعية كل ما صار يعني صوتها جراف صوتها باس، وكل ما صغرت كل ما يصير صوتها إيجو وحاد. رح نسمعه.